احنا نستعين بالدين كمؤطر، كحافز، كالتجذير للقيم. اذا كانت هذه القيم فطريه مثل ما يقولون بعض، او لا انها مكتسبه مهما كان الدين هو. هسه راح تقول لي ولكن الدين باسمه قامت حروب، وما اكثر الحروب التي قامت باسم الدين. بس انا اسال سؤال، اليست الديمقراطيه هي اخر ما انتج الفكر السياسي، واعتبرت ولو بعضهم يقولون هو اشاء هو افضل الانظمه الشريره، ولكن هل استطاعت الديمقراطيه اللي هي هذا، هل استطاعت الديمقراطيه ان تحافظ على نقائها ولم تكن سببا في حروب هائله، الحرب العالميه الاولى والثانيه وكل الحروب الان اكثرها تقوم باسم الديمقراطيه؟ الماركسيه اللي اليست الماركسيه تقول انه الانسان اثمر راس في العالم؟ وانا اعتقد هذا تعريف ينتكس بالانسان انتكاسه كبيره، لان الانسان ليس راس مال. اثمر راس في العالم يعني حاله حال الارض وحاله حال الماده وحاله حال النقود، هو ليس اثمر راس المال، وانما هو سيد العالم، هو سيد الكون وكل ما موجود. ولذلك الى انه في الحقيقه يعني، وبالمناسبه كثير من الدراسات الان ترى الى انه اصل تفكير كارل ماركس هو كنسي مسيحي، لانه هذا كل من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، هي مقوله مسيحيه هاي، لانه اذا عندك ازارين اعطي الازار وخذ، هي كم كلمه ضربك على خدك الايمن فاعطه خدك الايسر يعني.